وأيضا حديثا عن الحضارة الصينية القديمة، فلا شك أن الصين كانت رائدة في دراسات العالم المادي، بدءا من صناعة الورق والطباعة إلى البارود والبوصلة، وأصبحت هذه الاختراعات القديمة جزءا لا يتجزأ من الحياة الحديثة. وفي هذا الإطار أصدرت الأكاديمية الصينية للعلوم قائمة تضم 88 إنجازا علميا وتكنولوجيا رئيسيا للصين القديمة. ليست صناعة الورق والبوصلة هما الإنجازان القديمان الوحيدان للصين التي لم تطلب الحصول على براءة الاختراع للنظام العشري والصواريخ واللقاح المضاد للجدر أيضا. وتم إصدار قائمة تضم 88 من الإنجازات العلمية والتكنولوجية الرئيسية الصينية القديمة بفضل الجهود الأخيرة المشكورة للأكاديمية الصينية للعلوم، وتتضمن القائمة ثلاث فئات هي الهندسة والاكتشافات العلمية والتكنولوجيا، كما أن التصوير عبر الثقب والمعادلات الخطية هما من بين الاكتشافات العلمية الرئيسية، في حين تم تصنيف زراعة الأرز والقمح والقوس والنشاب وركاب السرج كإنجازات تكنولوجية. أما نظام دوجيانيان للري وسور الصين العظيم فتم تصنيفهما كأعمال هندسية كبرى. قضينا ثلاثة أعوام لإنجاز المشروع، وتغطي القائمة مجموعة واسعة من المجالات التي لا تتعامل مع الاختراعات التكنولوجية فحسب، بل تتعامل مع الإنجازات الهندسية مثل سور الصين العظيم ونظام دوجيانيان للري، ووظفنا خبراء أجانب لتبادل الرأي معهم. وسيواصل الفريق أبحاثه في تنقيح أي صنف لتسليط الضوء على الابتكار العلمي والتكنولوجي الراهن.